السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وزير السكن راح الملعب تيزي وزو، حيث أعلن أنه سيتم استئناف الأشغال رسميا في أفريل. كان برفقة الوالي تاع تيزي وزو ومكتب دراسات إيطاتيك تاع الدولة اللي قام بالدراسة تاع المشروع، دراسة استكمال المشروع ماشي الدراسة الأولية. للتذكير، برك الملعب هذا فيه 50 ألف متفرج. مع الأول كي بدا كان يافونسي مليح، كان هو اللي يافونسي عليهم قاع، ومن بعد بدا ينقص بشوي بشوي حتى حبس. أفريل إن شاء الله راحين يبداو لي في ار دي مع شركة اللي خيروها. يعطيكم الصحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وزير السكن راح الملعب تيزي وزو، حيث أعلن أنه سيتم استئناف الأشغال رسميا في أفريل. كان برفقة الوالي تاع تيزي وزو ومكتب دراسات إيطاتيك تاع الدولة اللي قام بالدراسة تاع المشروع، دراسة استكمال المشروع ماشي الدراسة الأولية. للتذكير، برك الملعب هذا فيه 50 ألف متفرج. مع الأول كي بدا كان يافونسي مليح، كان هو اللي يافونسي.